يبدو أن أيام أحد نجوم الهلال باتت معدودة للغاية مع الفريق الأول لكرة القدم، حيث من المتوقع رحيله رسميا خلال الميركاتو الشتوي القادم. والهلال بدأ الموسم الرياضي الحالي بمستوى متذبذب، على الرغم من تأهل الفريق إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا واحتلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وهذا النجم هو عبد الله الحمدان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الذي تعرض لانتكاسة كبرى في الساعات القليلة الماضية. الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية الأول لكرة القدم أعلن استبعاد الحمدان ذو 22 سنة من معسكر الأخضر القادم، ويواجه الأخضر السعودي منتخبي اليابان والصين ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم. واستبعاد الحمدان جاء بعد أن ابتعد اللاعب بشكل كامل عن مباريات الهلال، حيث أصبح المهاجم الرابع في قائمة الفريق بعد كل من الفرنسي بافيتين بيغوميز والمالي موسى ماريغا وصالح الشهري. ولذلك فإنه من المتوقع أن يطلب الحمدان الرحيل فورا عن الزعيم والانتقال إلى نادي آخر يضمن له المشاركة في المباريات من أجل ضمان التواجد في قائمة السعودية بمونديال قطر. ومن المتوقع أن ينتقل الحمدان إلى النادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي القادم، حيث يبحث مجلس ماجد النفيعي عن مهاجم جديد يساعد السوري عمر السومة. وترددت أنباء بالفعل في نهاية الميركاتو الصيفي عن عرض الهلال مهاجمه الشاب على الأهلي مقابل الحصول على الحارس محمد الربيعي. ويبحث الهلال عن حارس مرمى شاب ليكون خليفة عبد الله المعيوف الذي شهد مستواه تذبذبا واضحا في الفترة الأخيرة. شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.